حياكم الله ويا هلا وسهلا فيكم. حلقه جديده اليوم ما شاء الله، استديو مليان اليوم، كلنا داخلين حراج ما شاء الله، واجدين اليوم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله. اليوم صغار ستار ما ادري عشان اجازه، تعرفون الاجازه وما في الدوامات، ما في مدرسه، ما في، فجبنا اليوم كل واحده عازمه صديقتها اللي في المدرسه واللي في الحاره. انتم جاي من حاره واحده صح؟ ها؟ وبرتي؟ ها؟ ها؟ نفس المدرسه. انتم في نفس المدرسه؟ كنتوا في نفس المدرسة بيان وتوبرتي. معنا اليوم العسل اللي من زمان مشتقنا لك. ريان يعطيه العافية. وانت يا عسل؟ ريما. ربع. ربع. ليان. ليان. بيان. بيان. توليب. بوري. ريوف. ريوف. أريد. أريد. سيرين. أرين؟ وانت؟ سيرين. سيرين. براء. ايش؟ براء. ما اسمع ما براء براء. ها؟ براء براء. براء براء. يعني قاط ما انت في السواليف؟ اخوان. اوه اخوان. ما شاء الله، من متى؟ من ولدنا. ها؟ من ولدنا. حلو، اخوان تاكلون عليك مع بعض وتسوون مع بعض وكل شيء ها؟ يا عيني عليكم والله. انتم في الكشافة؟ لا. ها؟ جايين. ها؟ مو من الكشافة. شلون؟ انا عرفتكم عشانكم كلكم تاكلون نفس العلك. صح؟ ايه. والعسل؟ ما تعرفت على اسمي. اي معليش، شو اسمك؟ هشام. هشام، يا اهلا وسهلا. والقلب يا حب، شو اسمك؟ نايف. شو اسمك؟ نايف. ايس كريم. طيب اليوم احنا عارفين موضوع حلقتنا ايش؟ نتكلم عنه. العسكري يسوي زي كذا. ما شاء الله، ليش يسوي زي كذا عسكري؟ الشرطة. ها؟ بس التحية باليمين. ايوه. ليش يسوي العسكري تحية؟ علشان يقول شارعي المجدي والعليا. مجدي ديني خالق السماء. كذا يقول. وارفع الخفاق الاخضر يحمل النور المسطر. وجدي الله اكبر يا موطني. موطني عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن. يا سلام عليكم. طيب اليوم احنا بنتكلم عن موضوع مهم كثير في حياتكم اليوميه، ام شباصه، ام فنكه زهريه، ام توكا، ما ادري شو اسمها. شو اسمها؟ هذا طوق. طوق قلبي شونه يارز. طيب وش موضوع الحلقه اللي بتتكلمون عنه؟ ها؟ وش موضوع الحلقه؟ عارفينه اليوم؟ ايه. وش هو؟ ما الفرق بين النساء والحريم؟ ايش؟ ما الفرق بين الحريم؟ ما الفرق بين الرجال والحريم صح؟ او البنات والاولاد؟ وش الفرق بينهم؟ يلا يا ريان. بين الفرق ال بنت الحرمة. ها؟ حرمة والبنت. شلون؟ حرمة والبنت يعني. شلون يعني حرمة والبنت؟ زي ذاك اللي يقول بطت بطت، يعني زي ذاك اللي يقول بطت بطتنا، ما ادري بطتكم، ما ادري بطت بطت ايه، ما ادري ايش اسمك يعني هذيك يعني. ريان. ريان، انا عارف. لا اقصد في مثل كانوا يقولونه يعني. استطعنا ما استطعنا، اقصد الفرق بين الحريم والرجال، وش هو؟ حريم يعني ماما، حرمة يعني ماما، بنت يعني بيان. يعني أخت يعني بيان. أنا أقصد وش الفرق بين الرجال والحرمة، البنت والولد، وش الفرق بينهم؟ بنت. الفرق بين الحرمة الكبيرة والصغيرة قصدك؟ موضوع حلقتنا اليوم؟ إيه. أوكي. حسبت الفرق بين، قلت يعني وش هذه شعرة طويل وذي شعرة قصير كذا. بين الحرب والنساء، إيش الفرق بين؟ الفرق بين إيه؟ الفرق بين كلمة الحرمة، البنت والحرمة. إيه؟ كلمة واحدة تقولها بنت، واحدة تقولها حرمة. مع انه ما شاء الله عندنا الحريم يعني ما يحبون يكبروا انفسهم يعني. يحبون كلمة بنت كثير. صح؟ صح ولا يا حنين؟ يعني ممكن يسأل واحدة يقول لها كم عمرك؟ تقول عمري 18 19 وهي عمرها 30 50. طيب ايش الفرق بين الحرمة والبنت؟ يلا من يقول لي؟ من اللي يقول لي؟ يلا تفضل. الحرمة والبنت نفس بعض، بس الفرق الأحرف. الأحرف. حلو، كلام جميل. وأنت يا حبيبي؟ البنت صغيرة ما تغطي، لكن الحرمة تغطي. آه، كلام جميل.
ها سم. الحر ما تنظف بس ها؟ بس البنت ما تنظف. الحر ما تنظف، البنت ما تنظف. لا في بنات ينظفون عندنا ميرال. ها؟ لا بيبي اقصد. ايه شلون؟ ما فهمت شلون يعني ما فهمت. وانا ارتب غرفتك. وانت ترتبين غرفتك؟ شوف هذه البنت ترتب غرفتها. طيب لا نبغى الفرق بين البنت والحرمه. ننظف مع ماما. يعني مثلا واحده يقول ما يعرفون، يقول انا بنت ولا انا حرمه؟ متى توصلين لمرحله تقول انا حرمه؟ ليش؟ اذا كبرت. اذا كبرت ممتاز، وانت يا عسل؟ ها؟ آه. انا؟ ايه. كيف حالك؟ طيبة. طيبة؟ ما شاء الله مبسوطة؟ ايوه. شو الفرق بين الحرمة والبنت؟ ها؟ ايش الفرق بينهم؟ طيب البنت اللي هي توها صغنونة، توها لسه ما تزوجت، لسه توها مثلكم انتم ما شاء الله بنات امورات عسولات، والحرمة اللي اذا كبرت ان شاء الله صار عندها عيال، صارت مثلا عندها بيت، تغسل وتكنس وتصلي لكم رز وجريش وفرسان ومرقوق، ها؟ سليق. الله يا سليق. ولا يوم من الايام صدق والله على 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 ايام صغار ستار كلها، ولا يوم من الايام عشتونا رز ودجاج. انت جبت الاكل جديد. ولا والمشكله تدري وش يعني؟ المشكله انه صغار ستار كل المعدين فيه بنات، هذه المشكله. حريم يعني، قصدي مو بنات، سوري، حريم يعني. يعني المفروض تاكلون اكلكم يعني، هذا الزمن الجديد يقول حريم ما نعرف نسوي. ودي تركش كفي خلينا ابو مسعود اليوم معانا يعطيه العافيه. ها يا بيان، تعرفي الفرق بين الثنتين؟ ها؟ انت وش حرمه ولا بنت؟ ولا واحده فيهم صح؟ لا ما شاء الله. الولد هذه كبرت ولا ما كبرت؟ لقيت معها بنت ولا ولد يعني؟ هذه كبرت. بس انت كنت وياها في الروضه صح؟ شلون انت وياها في الروضه؟ انت الحين اكبر منها. وقفوا شوف وقفي انت وياها بيان وقفي. لا مو بيان. ها؟ بيان. اوف انت وريان كنت في روضه واحده؟ ها؟ انا كمان مشاغب. وانت معاهم كنت مع ريان؟ مشاغب ريان. والله شوف الصدفه كيف، انتم بتعرفين ريان بيجي اليوم؟ مو عارفين، شوف الصدفه كيف. كنت معاه في الروضه؟ كان مشاغب ريان؟ لا في البيت ما ادري يتكلم. وش يتكلم عندي؟ وش يسوي في المدرسه؟ في البيت ما يوقف. ما يوقف. وفي المدرسه يسكت. يسكت في المدرسة. قد رحتوا له البيت انتم؟ ايه. تعرفون بعض؟ تقربون لبعض؟ ايش اللي تقربون؟ اننا نروح سوا دائما. ما شاء الله. وهم نفس العمر. ها؟ هم نفس العمر. ايوه. نفس الوقت. انت قاطة معهم صح في الموضوع؟ لا هي ثانية. اه بس اذا كانت معاكم تشوفكم، كنت تشوفينهم؟ ايش كانوا يسوون بالروضة؟ ريان كنت تعرفهم في الروضة انت ولا نسيهم؟ نسيهم. جحدكم. ما تعرفهم صح؟ انا ما ادري. ما تعرفهم؟ الحين ماني ناسية ريان. لان الحين مو ناسية ريان. اوه. يا الحب الكبير اللي في قلبي كثير. حب صغار صغار. حب البرنامج. قبل شوي كذا كانوا يكلمون بعض. يا ريان ها؟ قبل شوي كانوا يكلمون بعض يعرفون بعض وساميهم، كيف يقولوا ناسيهم؟ اوف. لا ريان جحدهم. ريان خلاص البرستيج الحين، ريان مشهور صح؟ ايوه صح؟ شو اسمهم ريان؟ شو اسمها ذي؟ شور. ها؟ شور؟ تولين. تولين؟ ايوه. ما تعرفهم اجل، تقول عارف اسمائهم؟ ايوه. ها؟ صدناك يا حبيب. يعني تذكرينه ما نسيتيه؟ تفكرين فيه؟ ايوه. بعطيك وضعية الفقر ريان. وشلون يعني شلون؟ تسولفي خلنا نسمع. يعني دائما القاه يعني. دائما تلقينه. انا جيت مرة واحدة. طيب صف كم انتم؟ انا. هي صف كم؟ اولى. وانتي؟ اولى. خير. طيب خليني اسالك سؤال الحين. لما جيتي شفتيه صار موقف يعني؟ حلو. ها؟ حلو. حلو؟
لا واضح ان الوضع من الروضة و... تذكرينا لا يعني يوم شفتيه شلون صادفتي كذا اول عرفت اسمه بعدين جينا نسولف لين صرنا اصحاب ما صرنا نوقف السوالف مع بعض ما شاء الله صرنا دائما مع بعض اوه تسولفون مع بعض بس هو يقول ما اعرفكم هو جحدكم الحين ما يقول انا ما اعرفكم ما تعرفهم صح؟ قبل اسبوع الاسبوعين رحنا السوق مع بعض ونسانا؟ اوه رحنا السوق مع بعض؟ ايوه ولا تقابلتوا صدفه بالسوق بعد؟ لا رحنا السوق مع بعض رحت السوق مع بعض دائما نروح السوق مع بعض ونروح وبيان طيب بيان مفهي عايشه جوا تناظر حديقه اللي ورا تقول كيف ودي اني اطمر هنا ودك صح؟ ايوه ايه طيب من عنده مشاركه يشارك معنا؟ شوده شيء نغير الجو نايم حبيبي عندك قصيده صح؟ قلها يلا الوطن ها؟ الوطن يلا يا وطن تفضل يلا الوطن غالي لازم نشتي نكون ترابه اللي ذمنا هذا بلدنا وهذا ارضنا ما يبقى دار خير وشكنا خلاص خلاص صح لسانك تحيه قويله ريان بسم الله ونور الله بسم الله بسم الله in the name of Allah يا اخي منسم انا شفت منسمين ما شفت منسم زي ريان زي بكره ريان مع هايلوكس يفك الدبه برر شوي ريان اسمي ريان بني اي بس اقصد بكره بالهايلوكس ها ايوه بيان اول ما يقول كلمه حسيت في ريان انه يقول كذا ما عنده الا كذا لازم يقول كذا يا اختي انت كل سواليفك كل سواليفك عن ريان بس فيه نايف فيه اللي ابو علكي ها شو اسمك؟ هشام ها؟ هشام هشام ابو علوك هشام وابوه ما شاء الله اليوم يتعلقون عندنا ابو علكتين ها؟ ابو علكتين ابو علكتين بس وانت بس ما تسولف الا عن ريان كل شيء عن ريان؟ ما اعرف والله سام طلع صوتي قبل شوي صوت؟ طلع صوتي قبل شوي طلع صوتك؟ هي طلعت ها؟ طلعت صوتي قبل شوي يقصد من طلعت الناس. صوتك ايوه صوته يمكن ينشد كنت عندي شده جديده عندك انت شده جديده؟ ايوه بس انا حفظته ها؟ حفظته ها؟ ايوه يلا سمعني عطى صوته سمع صوتها يقول عنده شذوذ سمعت لك انا سمعت لك هذه الشذوذ توك تستوعب الحين انك سمعتني ايوه والله صراحه كانت حلوه والله حلوه صراحه انا كنت سامعها بس قلت اقول وين سامعها صراحه هذه شذوذ جديده بيان تعالي انت ايش مسويه بالبيت؟ ليش بكيت اليوم؟ اعتذر بسرعه بس بيان لما تشوف باصه عاد ال لمبه تعالي كذا تعالي انا احس انك قاصه شعرك ها؟ لا الا لا الا قاصه شعرك لا الا قاصه شعرك لا ومتعطر العطر اللي احبه لا صح؟ في راسي فر تعالي هنا يلا قولي لنا يوم خليك جنبي عشانك شو اسمه ايه قولي انت سميت لي كل شوي انت سميت لي ما تبغى نقول ايوه سمني ريان ريان يلا ريان تحيه قويه ريان الساعه بس احنا نمزح معاك يا ريان نمزح معاك يلا قولي ها قولي ايش بتقولين اليوم؟ ليش بكيتي في البيت؟ شباستي راحت باللمبة حطيتها هنا شلون طارت شباستك في اللمبة؟ أول مرة أشوف شباصة يعني كانت الشباصة فوق هنا وبعدين طارت باللمبة؟ أيوه شلون؟ مشت من راسك؟ ها؟ لا أنا طرت في البيت بوكس وراحت بوكس شكلك أنت أنواع البوكس أنت تتضاربين أنت وريان أنا عارف صح؟ لا إلا مسكين ريان كل يوم الثاني مفقع وجهه ليه؟ لا إلا صح ولا لا يا ريان؟ صح ها؟ يسوون كذا إيه ليه؟ ليش؟ خلي بس أسألك سؤال ليش شباص حالتك طارت؟
سويتي فيها؟ ها كيف طارت يعني؟ انا ابغى الحين يوم من الايام تمسك معي، ابغى اطير، اركب شباصه زي شباصتك واطير فيها. ساعات البوكس الالعاب حقه ايه ولعت. بعدين بسالك سؤال، قصر شعرك انت صح؟ شو اسمه؟ حتى انت بعد محلق؟ ما شاء الله. شعرك بيتخلص. شعرك بيخلص ها؟ ايوه بيصير صفر. بيصير صفر؟ ليش؟ انت بيصير صفر. طيب انت محلقه قصدي قصه الفراوله قديمه. تعرفون قصه الفراوله؟ ما تعرفونها؟ هل تعرفونها طيبين؟ ايه قصه الفراوله وكذا ما ادري. مغبر ها؟ ما ادري كنت تعرف امي الله يعطيها العافيه طول عمرها. كان اول يعني من زمان تقول بروح اقص قصه الفراوله. اي والله قصه الفراوله ما ادري ايش. والعيال ايام اول حنا كنا نقص التواليت قصه الاسد وكذا عرفت الشعر. تخيل الموضوع الحين. طيب خلينا نروح الفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل وياكم. حياكم الله ويا اهلا وسهلا فيكم من جديد. اليوم وقفنا عند ايش الفرق بين الحرمه والبنت. ايش الفرق بين الحرمه والبنت؟ نكمل وياكم في الموضوع. واحده من البنات جتني قالت لي قبل يعني بعد الفاصل قالت لي كلام حلو، خلينا نسمع كلام مرتب اللي قالت لنا. يلا تفضلي. انه صوت عالي. انه النساء والحريم الفرق بينهم، النساء انها هي سوره من سور القران، اما عند الحريم هي مو اصلا من السعوديه، هي من هي كلمه تركيه. يا سلام ممتاز، تحيه قويه لها. يعني يعني معناته الحرمه مو سعوديه الا لكن مو اسمها مو هي الكلمة مو قصدك اصل الكلمة. حلو. كيف بس العلك ما خلص طعمها عدنان؟ خلص طعم؟ بس شكل كذا. بس شكل؟ ايه. وش ذا العلك يعني؟ هذا العلك بس شكل ها؟ ديكور؟ ها؟ بلونة مين فيكم يسوي بلونة؟ انا. يلا ورنا نشوف. والله حلو صراحة. حلو. المفروض انه نخصم عليه درجات فصل. صفات بنعرف انا وبراء بنعرف شو اسمه نعرف نفسنا. شلون؟ بنعرف نفسنا. شلون تعرفون نفسكم؟ يعني بقول لك شعري. لا شيء. ها؟ عندنا قناه اسمها هشبره. شو اسمها؟ هشبره. كزبره ها؟ هشبره. كزبره؟ هشبره. عارف الكزبره يحطونها مع لحم مفروم. سمبوسة يا ابوي. الله. ورمضان جاي على ابواب. وشاركت رمضان جاي نرتاح من حنين واروى اللي شغلونا كل مره في صغار ستار. وشاركت بقناه سمسم. ما شاء الله. يلا عرفوا لعرفسكم. يلا انا شاركت بقناه سمسم مباشر 77 فريقنا فاز ما شاء الله المركز الاول. ما شاء الله. وانت؟ هو جاء ضيف مره. ها؟ جاء ضيف. وين جه الضيف فيه؟ مباشر بسمسم مباشر 77. ما شاء الله. طيب عندكم مشاركه شوده قصيده شعر؟ لا شاركتوا تحت عندنا شو اسمه قناه. شو قناتكم فيه بس؟ ها؟ قناتكم وين فيه؟ على اليوتيوب؟ يوتيوب والانستغرام. قناتهم على اليوتيوب اسمها هشبره. ها؟ هشبره. شو تسوون فيها هذه القناه؟ ننزل مقاطع، ننزل شيلات. ما شاء الله. وروني شيء، وروني شيء من اللي تنزلونه يلا. بس المقدمة. يلا. أي كاميرا؟ الكاميرا هنا عند أخو عبد المحسن نمر. يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هشام وبراء من قناة هشبرة. يا سلام عليكم. وين الصوت من أول المفروض؟ أنتم اللي تسوون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كذا صح؟ ها؟ كذا أنتم تسوون؟ ايوه. واليوم انا راح اقدمكم الشارع بس نشوف صورة تتحرك. تسوون تحديات وكذا؟ كيف؟ كيف تحديات؟ عطني شيء من الفقرات اللي قدمتوها، والله حلو جوكم، من اول المفروض دخلنا معك سامي. وحتى انتم في اليوتيوب. لا. عادي يعني بدون. طيب اعطوني شيء من اللي سويتوه فقرات. كيف يعني؟ يعني شيء قدمتوه مثلا في اليوتيوب ابغاكم تقدمونه عندي هنا يلا. شيلات. يلا ايه. طيب كيف لازم اشغل شيله؟ عادي انت غن مع الشيله ووريني. ما اعرف اغني. يلا.
في مقطع في مقطع نزلته عن تعامل الرجال بين العامل. يلا وريني كيف وش سويت فيه. لازم نشغل الشيله هذه شغله. لازم تشغل الشيله. ها قاعد تسولف قديمه. طيب انت رفعت يدك ايش كنت بتقول شيء يعني؟ ايوه يعني انا عندي شيله قصيده. قصيده يلا قلها. بسم الله يلا بسم الله بسم الله نور الله بسم الله بسم الله ان النيل اوف الله. صح لسانك. صح لسانك هذه بسم الله بنسمعها. بتقول بسم الله هناك بعد في الفقره؟ بسم الله يلا خلينا نروح الفقره الثانيه يلا. تعال معنا تعال تعال. بسم الله هذه شكل ريال حافظها في البيت حافظينها كويس يعني. فبسم الله معانا من اول الحلقه الى ايه ايه جالسين هناك لحالهم. انا بقدم فقر الحالي اليوم يا الحبيب. بسم الله تفضل ريان. اليوم وبيان عندهم فقره راح نشوف اليوم وش عندهم جاهزين. دائما لما يجونا يجهزون فقرات جميله. يلا نشوف اليوم ايش حيسووا معانا ريان وبيان. تفضل يلا. انا اسوي طياره. انت تسوي طياره ما شاء الله. طيب في بتقول حاجه قبل ما تسوي طياره؟ يلا اخليكم الحين مع ريان وريان هو اللي بيسولف. مرحبا يا اصدقائي. حلو. يوم سوي معكم طباعه. حلو طباعه. يلا تفضل. يتكون من ورق مقوى. ايه. ويتكون من اشكال. ايه. يتكون من ورق. طيب تعالي بيان اجلسي اجلسي. طيب يتكون من ورق ايش؟ ورق مقوى. يعني هو اليوم جايب عندنا شيء للطباعه. هذه وش هي اللي تطيب؟ شمس. شمس وذي؟ ها؟ قمر. قمر. وهنا؟ هذا قمر. ها؟ هذا قمر. يلا يا ريان نبدا نشوف وياك شو تسوي؟ قل بسم الله يلا. اول شيء لحظه قدم للمشاهدين اليوم معك تفضل. اول شيء نرسم الخط مستقيم. حلو. بعدين؟ بعدين نرسم الورق ورق السجر. ايوه السجر. بعدين؟ بعدين نرسم كذا. حلو بعدين؟ بعدين نحط اصبعنا على اللون الاصفر. حلو. ونحطه هنا. حلو. يا سلام. هذا الحين الرسم بالطباعة. يلا. وبعدين السبابة. السبابة أحط اللون الأخضر. أحمر. أحمر إيه. نحط النقاط. يا سلام عليك. حلوة مرة. وش ذي؟ وردة. إيه. تبي أجرب شيء؟ طيب انا برسم. انا بحاول اني ارسم اليوم معك. كمل 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 كمل. انا برسم نخله زيك. طبعا اليوم ريان جايب لنا الرسم بايش؟ ورد. الرسم بالطباعه. يا سلام عليك. هذا الرسم بالطباعه من ريان يعطيه العافيه. جايب لنا كل حاجه جميله ما شاء الله يقدمها. ها منديل. ايه شوف كيف شوف كيف. انا الحين شجرة ترسم. صح صح. انت ترسم شجرة؟ لا والله. شجرة. انت شو قاعد تشوف الحين؟ انا قاعد ارسم. يلا كمل كمل. اي كمل رسمتك. كمل. خلصت خلصت خلصت. كمل. وردة يا حبيبي. هذه وردة جاية حادث. نبغى وردة صحيحة. يلا خلينا نكمل هنا. ايش رايك؟ كمل هنا وياك. يلا تعال سوي شجره. شجره ايه. تعال كذا. ايه حلو. هذه الشجره كشتها طايره. عادي. ايه جيب خدمه هنا. ها كذا. يلا بعدين احط احط الشجر. تحط ايش؟ احط الشجره. شو؟ شجره. شجره حلو. يلا كمل.
بنفس اللون ولا لون ثاني؟ بنفس اللون هذا؟ واللون ثاني؟ بساعدك انا بس يلا. انا ما اقدر لان اصبعي كله اصفر. يلا. يلا نشوف. الرسم اليوم انا تعلمت من من ريان تعلمت اليوم منه كيف ارسم بيدي صح ولا غلط علي؟ صح. يا سلام. وهي كذا تطلع معانا هذه الرسمه. وري رسمتك يا ريان. صح كذا. الله عليه. يلا وين اللي نشوف من ايش اسمك؟ يلا ساحت ساحت ساحت. لازم نخليها شوي يعني بعدين نسوي. طيب يعطيكم العافيه. في حركه ثانيه جايبها بعد معنا ريان. من الاشياء الجميله اللي جابها ريان اليوم عشان نحن نعرف كيف الرسم. في هذا الشيء في الشكل يعني مثلا تقدرون الحين تسوون شكل معين اللي هو شكل السياره اللي موجود بس بشكل سريع كذا صح؟ صح. ها؟ لحظه شوي. فيطلع معنا شكل السياره صح كذا؟ ايوه. والشكل الثاني اللي هو شو اسمه ارنب ما شاء الله. يعني اسوي اي شيء. ايه حلو. وبرضه هذه ما شاء الله شوفوا كيف يعني تقدر تحط مثلا الشغله اللي الثانيه اللي جهزها لنا ريان. يلا خذ. ها حطه باللون اللي تبي. احمر؟ لا احمر ليش؟ قمر احمر؟ ايوه. لا ما في قمر احمر. هو انت عكسته يا حبيبي. وين شكلك عكسته. حطه كذا نجمه حمراء. ايه لا يعني شوفوا هم احنا تعرفون يعني عشان المكيف بارد وساحت علينا الالوان شوي. ها طيب يلا قل لهم يا ريان نروح فاصل نرجع لكم بعد الفاصل. طيب قل لهم قل لهم نروح فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. بروح الفاصل ونرجع معاكم من الفاصل. حياكم الله من جديد ويا اهلا وسهلا فيكم. اليوم احنا دائما كنا نتابع ونشوف مجموعه من التوائم وتميزوا في مجال السوشيال ميديا ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني احنا دائما متعودين في البرنامج جينا اثنين توائم، اليوم ما شاء الله عندنا اربع توائم معروفين بالهرفي. نرحب فيهم احنا وياكم اليوم ونقول منورين لنا في الاستديو يعطيهم العافيه. والدهم اليوم معانا الله يعطيه العافيه. يعطيك العافيه. نقول لك ابو مين اول شيء؟ ابو عمر. ابو عمر، ابو عمر اللي هم موجود. هي عمر. ابو عمر حياك الله معنا اليوم في صغار ستار وما شاء الله تبارك الرحمن. يعني خليهم لك يا ربي. الله يجزاك. اربع توائم. اي نعم. يعني انت في البيت اتوقع تميزهم؟ تميزهم بس هم صغار. لا طبعا. هم صغار ما تميز. تتميز خالد وعمر. ايه. الى ست شهور بدا تميز عبد الله عبد الرحمن متشابهين مره. حلو. والدتهم تميزهم؟ اكيد من اول يوم. من اول يوم. اي نعم. بس انت ممكن يوم من الايام تناظر خالد على انه الى الحين عبد الله عبد الرحمن من الجنب. إيه؟ ما افرقهم صراحه، لازم الوجه كذا. ما شاء الله تبارك. طيب اليوم احنا نشوفهم ما شاء الله بالسوشيال ميديا حاضرين دائما وعندهم بعض خلينا نقول بعض البرامج اللي يقدمونها وبعض التواجد الجميل اللي يقدمونه. بسالك انا يمكن عن 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 هم كيف 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 امورهم مع بعض يعني؟ يعني تعاملهم مع بعض؟ اي او انسجامهم مع بعض. يعني يوم من الايام ما قد قلت يو انا اشبهني؟ ما قد قلته؟ ها؟ لا بالنسبه للشبه طبعا واضح بالنسبه لهم. ايه وتعاملهم مع بعض تعامل يعني اقدر اقول حميمه جدا. جميل. احنا نشجعهم دائما يعني يضمون بعض يخمون بعض يلعبون مع بعض. حلو. يعني نحاول دائما الغيره ما تكون موجوده نهائيا. ممتاز. طبعا ننجح كثيرا مرات واحد شوي يعني. ايه لازم. اي هو لازم. اكيد. خلينا نتعرف على اليوم اللي معانا، شو اسمك يا عسل؟ شو اسمك؟ طبعا هم ما شاء الله تبارك الرحمن. انا اعرف ان هم كانوا يدرسون برا. كانوا يدرسون برا؟ اي نعم احنا من 2012 برا. ما شاء الله. فهم يمكن اللغه عندهم شوي انجليزي. ما شاء الله. هلا والله. فريق فريق ما شاء الله كوره. اهلا شو اسمك؟ عبد الرحمن. يا مرحبا. استريح يا عبد الرحمن تفضل. تعال يا عسل. شو اسمك؟ عمر. عمر يلا يا عمر. اليوم ما شاء الله زي ما انتم شايفين يعني احنا عندنا اثنين والحين دخلوا اثنين ما شاء الله كلهم يتشبهون.
تعرفون بعض بالبيت؟ ها؟ ايه. ايش تقدمون في اليوتيوب انتم؟ ها؟ ايش تسوون في اليوتيوب؟ برنامج؟ وش البرنامج؟ يلا من يحكي لي عنه فيكم؟ في احد يقوله ممكن؟ ها يا عمر تقولنا ايش تسوون في البرنامج؟ طيب هم يدرسون بالرياض صح؟ لا الحين ما يدرسون، احنا جينا الان جايين فقط مده شهرين، عندي تطبيق للدكتوراه. ما شاء الله. وبرجع باقي سنتين لسه يعني ما خلصنا. يعني هم الحين جايين مو بدون دراسه؟ لا لا بدون دراسه. عشان كذا عشان كذا ما حد عارف ايش انا قاعد اقول. لا ابد انجليزي 100% يعني في عربي شوي. ايه لكن شوي. عشان كذا نو يعني مشكله انا لغتي فرنسيه. يعني ودي ان يعني كومنت بيلابيل وشي؟ ايه كومنت هو تبولة. طيب اليوم ممكن احنا نسمع منهم حاجه، يعني هم يقدمون حاجات كثيره في اليوتيوب، ودنا احنا نتعرف احنا والمشاهدين اللي تابعونا اليوم عن ابرز الاشياء اللي انت ما شاء الله اشتهروا فيها، الاربعه التوأم اشتهروا ما شاء الله. اكيد انت لك سبب بعد الله في انه يعني تعطيهم طاقات ايجابيه وحماس علشان هم كمان يقدمون. خلينا نعرف اكثر احنا والمشاهدين ايش يقدمون. اول شيء يوميات. جميل. طلعاتنا احنا كثير برا، تعرف يعني بريطانيا طبيعه مره حلوه. ايه. فكل اسبوع عندنا طلعه. الا. فعندنا ايضا مدرسه، مشوار مدرسه دائما نسولف فيه مع المتابعين. حلو. نفتح البث اللايف في الانستغرام. ما شاء الله حلو. عندنا ايضا الالعاب، احنا نحرص الالعاب ما تكون العاب عاديه زي السياكل والسكوتر وكذا. الالعاب نحرص تكون تعليميه. ممتاز. فاليوتيوب هذا يعني ابرز شيء فيه الالعاب التعليميه. اشياء للذكاء، اشياء في التركيبات، اشياء مثلا تعلمهم كيف مثلا الحروف، الارقام، شيء كذا. وهذا الشيء هم كانوا ما شاء الله من ابرز الاشياء اللي قدموها. اي نعم هذا اللي هو الالعاب التعليميه. المتابعين مره كثير يحبون الشيء هذا، احنا نقدمها تقريبا كل اسبوع يوم السبت او احد. فعليها طلب كثير حقيقه، ودائما كمان نقدم شيء تجي طلبات كثير، من وين اشتريتوها؟ كيف نجيبها؟ كيف نوفرها؟ انجليزي كلها. انجليزي طبعا. هم توفى بريطانيا طبعا فاكيد انجليزي. لا اقصد يعني هو خليني اسولف معاه، انا ودي اسولف معاه بس ماني عارف ايش اقول. هاي 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 هاو ار يو؟ ها؟ جود. المشكله اخاف اتكلم معك انجليزي ثم اضيع. طيب يلا هاو ار يو؟ ها؟ جود. واتس يور نيم؟ يلا واتس يور نيم؟ تتكلمون عربي انتم؟ تعرفون عربي؟ ها؟ يلا من حاب يشارك معانا اليوم؟ اي عادي يلا تعرف اخوك عمر؟ انت تعرف اخوك في البيت؟ ها؟ تعرف انه هذا اسمه، ايش اسمك انت؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن. تعرف انه هذا عمر؟ اي يعني انا الحين انا مشكلة الحين انا شوف يمكن عبد الرحمن، انت عبد الرحمن صح؟ اي دحومي معروف مميز. بس يمكن عمر اشبه خالد. ايه صح هو خالد. طيب يلا خلينا نشوف تكون مشكلة. انتم بعد ما شاء الله عليكم ملبسينهم زي بعض وكل شيء. هذه اشكالية ترى دائما نسأل عنها، ليش تلبسون زي بعض؟ انا بالنسبة لي انصح دائما التوائم يلبسون لبس مختلف حتى تكون شخصياتهم مستقلة. اي هذه جربناها معهم وصارت حرب داعش ولا براد. يعني ما نطلع عندنا ضيق صدورنا هم يصيحون. ايه كل واحد يبغى لبس الثاني. قلنا خلاص بس لبس مرة واحدة حتى يكبرون شوي. اي وش المواقف اللي تصير دائما معاك في البيت؟ يعني معاهم خاصة مع الناس اللي حولك في المدرسة اللي في بريطانيا اكثر. احنا طلعتنا طبعا برا دائما اقول لزملائي طلعنا 4 ساعات 3 ساعات ونص مع الناس. يعني يسالون كم عمارهم وين يدرسون شو اسمائهم الى اخره. يعني مره تحصل كنا مشينا مكان ناس حوالينا، طبعا شيء غريب ملفت النظر طبعا. صح ايوه ما شاء الله. فهذه المواقف دائما تصير، من المواقف الضحك دائما دخلنا على مثلا طبيب او حتى مدرسه اول مره، يدخل اول يدخل ثاني يقول ما شاء الله توه، يدخل ثالث يدخل رابع يقول باقي احد يحسبون بعد ما شاء الله. ايضا كم مره سددناهم في المدرسه في المستشفى، يتصلون علي يقول ترى في خطا في تاريخ الميلاد، انت حاط 4 زي بعض. ما قلنا لا توأم، يقول احنا توأم 2 يعني، قلنا 4. فدائما هذه الاشكاليه دائما معهم، يعني يقول طيب مختفي التاريخ. طيب كيف تتعامل مع الناس اللي يعني كيف تتعامل في المستشفى؟ المستشفى هذه مشكلة طبعا. انا المستشفى يمكن فيها اشكالية العدوى. ايوه هذا تعبنا جدا. يتعب هذا يقعد يوم يومين يتعب الثاني، يوم يومين يتعب الثالث، الثالث الرابع، فاللي حتى بعد توأم؟ يتعب واحد منهم ذاك الاسبوع عندي اوف ما عاد اروح الجامعه خلاص كل واحد يتعب التعب ينتقل عندهم. اي لازم
الله يخليهم لك يا شباب. طيب دحوم انت انت يقولون لك راعي سواليف صح؟ تسولف كثير، وش تقول باليوتيوب؟ كاونت 100 عنده الاغنيه، هو دائما يحب يغنيها. طيب يلا وش الاغنيه اللي تغنيها؟ يلا قولها. يلا. يلا كاونت 100. يلا سمعني. انا يعني يبغى يسمع، هي كذا ولا؟ I want to hear you. يلا عبد الله، عبد الرحمن. يلا. غريبة باليوتيوب ما شاء الله سواليف، وهنا بنضرب مقاطعكم الحين الناس يشوفونكم باليوتيوب، ولا باليوتيوب غير؟ ما حد يشوفهم. ايه ما حد يشوفهم، الحين هم مستحين. ما شاء الله عليك. يا خالد تقول شيء؟ طيب يا ممكن نشوفكم جنب بعض؟ تعال تعال مع بعض. شوف. يلا انا بشوف الحين المشاهدين. نشوف كيف تفرقون بينهم ولا لا؟ ها عادي عادي. يلا خلوكم جنب بعض. خالد 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 موجود. يا سلام. يلا من الاقرب من كلهم اقرب لك، بس اقصد يعني ممكن اللي دائما معاك يعني. والله الناس تقولون عن خالد، خالد اشوف خالد قدام الكاميرا يعني ينهبل ينخرش، اكثر واحد مقاطع وصبر هو. طبعا الحين مو واضح لما مستحي شوي. ايه اقرب هذا بالنسبه لي طبعا اب، يعني اكيد احبهم كلهم الا اكيد. لكن اقرب واحد من يعني من جهاتهم هم لي انا عبد الرحمن. عبد الرحمن ما شاء الله كل ما قعد دائما عندي. دائما طبعا انا اقول دائما الاب ما يفرق من عياله، لكن اذا كبر اتوقع يصير فيه يعني تعرف. إيه. واحد الحين عليك اكثر، واحد عنده ميزات اكثر صح كدا. الا بالضبط، بس الاخير الاب يعني ما شاء الله. الا اكيد هو في النهايه انت تحبهم كل، بس اقصد فيه يعني خلينا نتكلم اليوم اربعه ما شاء الله. أيه. كلهم عمر واحد يعني ما في بينهم، اتوقع التفكير بيكون واحد لانه يعني في النهايه هم عمر واحد. فيمكن يمكن بعض الاحيان يصير لك مواقف انت شخصيا معاهم. لا ترى في نقطه بعد مهمه. إيه؟ توائم مختلفين عن بعض تماما ترى. شلون؟ ميولهم مختلفه، يحبون اشياء غير، يكرهون اشياء غير، مثلا يحبون رياضات مختلفه. حتى مثلا عندك مثلا الايباد مثلا، هذا خالد مدمن جدا يحب الايباد، عبد الرحمن ولا طالع فيه ما يحب الايباد. مره عمر يحب التركيبات بينما الثانيه ما يحبونها، فمختلفين ترى. بعض الناس عنده فكره التوائم يحبون نفس الشيء، هذا مو صحيح. حتى في الاكل مختلفين، في النوم مختلفين، فكل شيء مختلفين. ما شاء الله انا فكرت ان هم مع بعض يعني. لا 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 بس في التفكير مختلفين تماما، كلهم مدرسه مختلفين تماما، حتى في قدراتهم الدراسيه واللغويه مختلفين تماما. من هو الكويس فيهم في المدرسه؟ والله ما كلهم، بس اقصد من اللي خالد عمر هم مميزين ما شاء الله، حتى لغويا مميزين جدا. ما شاء الله. عندك خالد وعمر فصلهم متميزين حتى عن البريطانيين في اكتساب اللغه. المدرسين المعلمين ما قد يوم من الايام كلموه قالوا يا اخي احنا بلشنا ولا ما قد؟ الا ايه اول اسبوع كان يحطوا لهم هنا تاج. ايه مكتوب اسمائهم فيه، حطوا لهم تاج. ايه وكان خالد يروح الفصل الثاني ما يعرفون، او ينتقلون بين بعض الفصول ما يعرفون بعض، لانه في اثنين فصل واثنين فصل ثاني. ايوه فيتنقلون يتنقلون بعدين ما حد يعرفهم. هم لو جو عندنا هنا يتوقع. ايه والله احنا اتوقع حتى يعطيه العافيه المساعد خوينا مخرجنا اليوم، ما ادري هل هو داخل في الجو معانا ولا داخل معانا في الجو. مسعودي مسعودي والله يقول ماني عارف اوضح الناس. يا الله يعطيك العافيه وشاكرين لك اليوم حضورك معانا. الله يسلمك، وان شاء الله باذن الله يكونوا يعني خلينا نقول اربع توائم للمستقبل ان شاء الله يسوون حاجه يعني يعني يرفعون راسك فيها باذن الله ويخليهم لك يا رب. وخلاص اي شفت شلون، هذا هذا التوأم الحين هم الاساس اللي هي. طيب حاب تقول كلمه اخيره اليوم من خلال حضورك معنا في صار ستار؟ والله يا اخي اشكركم بس على الاستضافه، هي اول استضافه للشباب الحين في التلفزيون. ايه؟ وحقيقه تجربه جديده عليهم، ان شاء الله تكون يعني ناجحه ان شاء الله باذن الله. اليوم جايين هم لسه هم تو اول مره يشوفوا استوديو كذا، فالهيبه موجوده طبعا. في هيبه صحيح. أيه. الله يعطيك العافيه، شكرا لتواصلك معنا. نشوفك ان شاء الله مره ثانيه ان شاء الله، ونشوف الابطال الحلوين. ها ان شاء الله تصيرون فريق واحد كلكم ولا ها تشجعون فريق واحد؟ بعد تشجعون فريق واحد ما شاء الله. يعطيكم العافيه، نروح الفاصل ونرجع لكم ونكمل وياكم، خليكم معنا.
هب الساعة هبة هيبة ورويش. أنا اليوم كشخة ومعزومة على عرس بنتم أحمد. إيه هذه عروسة وايل، كنا نطق ونرقص ونهلهل. مو العرس هالحين، ممنوع استحاب الأطفال. إذا سألتوهم ليش أخاف يهربون الورد، أخاف يكسرون الكوشة. ليش؟ اكتبوا بالبطاقة ممنوع استحاب المراقص. مو تكتبون ممنوع استحاب الأطفال، في أطفال قاعدين بالبيت ومؤدبين وقاعدين بالعرس مؤدبين ما يزمون شيء، وفي ناس لا. اكتبوا ممنوع استحاب المراقيف. تحرمون الأم من الجية تقول والله وين أحط عيالي، وتحرمون البزران المؤدبين إنهم يشوفونكم. ليش؟ ليش يا حافظ؟ سوي لكم هم شيء. وكل ما الحين كل ما طاري العرس كنت أتذكر هذيك القصة موتني ضحك. الحين بقول لكم القصة. كان يا مكان في قديم الزمن كان في ثلاث بنات، كل ما يجيهم عريس ينحش عندهم اللطغ غلط، ما يعرفون يتكلمون زين، هم كبار ويجننون. يوم من الأيام طقت الباب الخطابة، قالتهم أنا اليوم جاي عريس بيخطب واحدة من بناتك، نظرهم نظرة شرعية. المهم فلهم مفرحت وجابت لهم خيط قطن، قالت لهم إن تكلمتم يا ويلكم. جابت لهم هذا الخيط القطن عشان لو جاء العريس وقالوا ليه بناتك ما يتكلمون، تقول لهم إن بنات مؤدبات مشغولات قاعد يخيطن. المهم جاء العريس ناظرهم نظرة شرعية، قاعد يقول أنا أختار الكبيرة ولا الصغيرة ولا الوسطى. فبوحدة منهم وهي تخيط انقطع حيطها القطن، قالت يو انقطع حيط القطن. جت الثانية قالت استتي استتي، وأمي قالت ما تتكلمون. جت الثالثة قالت خلاص تتلمنا تتلمنا، وترى سنيل بيت تليمك. ونحاش العريس أمهم جدتهم الخيزرانة، شفت ظهورهم الخيزرانة ترقص على ظهورهم. وين بقول لكم شيء، إذا جاء عندكم عرس إذا جاء عندكم عرس لا تنسون تحطوا لي شو اسمه تسوون كرت خاص ومحتاجان، كذا تكتبون كرت خاص لي عشان احضر عروسكم وارقص. وانتي يا نورة انتي يا نورة انتي عازمين بعرسك، بس مو تكتبين ممنوع استحاب الاطفال زي الباقيين. سلامتكم، واذا عجبتكم القصة اكتبوا تحت في الكومنتات يو تأخرت على العرس. يلا ولا اله الا الله ولا اله الا الله وما ليش ولا اله العالم كله شايف ما احنا الاطفال الشطار الاطفال الشطار. وصلنا احنا وياكم لنهايه حلقتنا اليوم، ونخليكم الحين مع انشوده الختام، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من صغار ستار. نستمتع وياكم مع انشوده الختام مع المبدعين، يعطيهم العافيه. لما حد يلقنا السلام عليكم حنا نرد عليه ونقول وعليكم السلام. لما حد يلقنا